يا طوس هل أجد العطية في الغد من مكرم من آل بيت محمد؟ من نسل فاطمة البتول وحيدرا وأبا كرامات بأبعد مرقدي، وهو الذي جمع المعالي سؤددا وقضى غريبا قائدا لم يحمد. وفي نهاية فقراتنا لهذه المناسبة نترككم مع الولادات الشريفة بصوت الرادودين عبد الكريم حسن العجمي وباسم محمد أحمد البحراني، فلنستقبلهم بالصلاة على محمد وآل محمد. قبل أن أبدأ الولادة أريد صلوات على محمد وآل محمد بأعلى الأصوات 3 مرات. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد. محمد وآل محمد. اللهم صل على شمس الشموس وأنيس النفوس المدفون في أرض طوس، منار الهدى وبعيد المدى، معين الضعفاء وملاذ الفقراء وغريب الغرباء، وحبل السماء الإمام الثامن ذي النهج الضامن، والفكر الصائن الحاكم والسلطان الساكن في خراسان، وحجة الرحمن لكافة الإنس والجان، أبي الحسن علي بن موسى الراضي بالقدر والقضاء، الملقب بالصابر والرضي والوفي والفاضل والرضا، وروي عن النبي محمد. قال ستدفن بضعة مني بخراسان، ما زارها مكروب إلا نفس الله كربه، ولا مذنبا إلا غفر الله له ذنوبه. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام. وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. روي عن هشام بن أحمد سألني الإمام الكاظم، هل علمت أحدا من المغرب قد قدم؟ قلت لا. قال بلى قد مرجل، فانطلق بنا نركب إليه. وركبت معه حتى انتهينا إلى الرجل، فإذا رجل من أهل المغرب معه رقيق، فقال عليه السلام اعرض علينا. فعرض علينا 9 جوار، كل ذلك يقول الإمام الكاظم لا حاجة لي فيها. ثم قال له اعرض علينا. قال ما عندي شيء. قال عليه السلام بل اعرض علينا. قال لا والله ما عندي إلا جارية مريضة.
فقال عليه السلام: ما عليك أن تعرضها علي. فأبى عليه ثم انصرف. يقول هشام بن أحمد: ثم أرسلني الإمام الكاظم من الغد فقال لي: قل له كم غايتك فيها؟ واشتريتها منه بالقدر الذي يريده. ثم قال لي: من الرجل الذي كان معك بالأمس؟ قلت: رجل من بني هاشم. فقال: من أي بني هاشم؟ فقلت: ما عندي أكثر من هذا. فقال: أخبرك عن هذه الوصيفة، إن اشتريتها من أقصى بلاد المغرب، فلقيتني امرأة من أهل الكتاب، فقالت: ما هذه الوصيفة عندك؟ قلت: اشتريتها لنفسي. قلت: ما ينبغي أن تكون هذه عندك، ينبغي أن تكون عند خير أهل الأرض. يا مستمعين النظام، صلوا على البدر التمام محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فتزوجها الإمام الكاظم وقال: والله ما اشتريت هذه الأمة إلا بأمر الله ومحياه، ولم تلبث معه إلا قليلا حتى حملت بالإمام الرضا. وتقول نجمة: لما حملت بابني علي عليه السلام لم أشعر بثقل الحمل، وكنت أسمع في منامي تسبيحا وتهليلا وتمجيدا من بطني، فيفزعني ذلك ويهولني، فإذا انتبهت لم أسمع شيئا. وعند ساعة الولادة امتلأ البيت بروائح الطيب، وسطعت الأنوار في أنحاء الدار، وبينما هي كذلك إذ وضعت الإمام الرضا أفضل الصلاة.